النشرة المسائية من تلفزيون لبنان، أهلا بكم. مساء الخير. خلاصة الوضع هذا اليوم تبدو كالآتي: ترقب اجتماع رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة المكلف فور عودة الأخير من باريس، التداول بإمكان تأليف الحكومة في أسرع وقت لمواجهة إسرائيل في مجلس الأمن ومعالجة الوضع الاقتصادي، تأكيد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى على صلاحيات الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، مشاركة الرئيس نجيب ميقاتي في اجتماع المجلس الشرعي، تعبير الرئيس بري عن غضبه مما آلت إليه عملية تأليف الحكومة من عثرات، قول البطريرك الماروني إن رئيس الجمهورية لا يتحمل لوحده الوضع القائم، اتخاذ الجيش اللبناني إجراءات مشددة في بعلبك وتشييع الجندي الشهيد وملاحقة القتلة، تداعي هيئات من المجتمع المدني إلى اجتماعات ومداولات في الأوضاع الاجتماعية، تحرك متوقع لكل من الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي الأسبوع المقبل. في الخارج التطورات كالآتي: تأكيد سعودي على خفض إنتاج النفط وتوقع اتصالات أمريكية في هذا الخصوص، أعلن وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تستطيع الصمود 40 سنة في ظل العقوبات الأمريكية، تشديد الرئيس التركي على متابعة قضية خاشقجي حتى النهاية، ومزيد من الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة والقطاع، أعلان قطري أن مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى إصلاحات، وسبت آخر فرنسي من التظاهرات وانقسام بين أصحاب السطورات الصفراء. ومن هذا التطور الأخير نبدأ. رغم الإجراءات الاقتصادية التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في محاولة منه لاحتواء الغضب الشعبي وقبل عودة الهدوء إلى الشارع الفرنسي ليلا، كانت السطورات الصفراء قد صعدت من تحركاتها للسبت الخامس على التوالي ودعت إلى توسيع نشاطها في الداخل الفرنسي، مطالبة الرئيس ماكرون بالاستقالة من منصبه ومؤكدة أن الحراك لا يتبع لأحد أو لأي جهة بل للجميع، وأن الشعب الفرنسي يطالب باستفتاء. المتظاهرون كانوا قد رفعوا شعار فريكس على غرار بريكست، مشددين مطالبتهم خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي. إذا شوارع المدن الفرنسية كانت قد غصت ب35,000 محتج بحسب وزارة الداخلية، رغم الدعوات لعدم التظاهر بعد الهجوم المسلح في مدينة ستراسبورغ الأسبوع الماضي. فتدفقت طلائع سترات الصفراء منذ ساعات الصباح الأولى اليوم السبت باتجاه جادة الشانزليزي وسط إجراءات عسكرية كبيرة، فانتشرت القوات الأمنية بشكل مكثف حول المصارف والمحال التجارية ومحطات القطارات الرئيسية، وأطلقت بغزارة قنابل الغاز المسيلة للدموع على المتظاهرين في محاولة لإخلاء الشانزليزيه، كما صادرت بعض السترات الصفراء الخاصة بالمحتجين، فيما اعتقلت الشرطة الفرنسية عشرات الناشطين وأوقفت أكثر من 100 متظاهرا في العاصمة باريس، لتواجه بذلك السلطة الفرنسية حركة احتجاجية غير مسبوقة في تاريخها، فاضطرت لنشر عشرات الآلاف من أفراد الشرطة في جميع أرجاء البلاد إلى جانب نشر 8,000 آخرين في العاصمة الفرنسية. وقد أكد قائد شرطة باريس ميشيل دلبيش أن ضباط مكافحة الشغب حمت المعالم التاريخية مثل قوس النصر إلى جانب منع المحتجين من الاقتراب من القصر الرئاسي. أهلا بكم من جديد. المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى دعا لاحترام الدستور والالتزام بأحكامه، والرئيس ميقاتي يؤكد من دار الفتوى التمسك بصلاحيات رئاسة الحكومة.
عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى جلسته الدورية برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وبحضور الرئيس نجيب ميقاتي، ودعا المجلس القوى السياسية المختلفة إلى توحيد مواقفها من أجل مواجهة التحديات، وأكد وجوب عدم تجاوز صلاحيات رئيس الحكومة في ممارسة صلاحياته المنوطة به والمحددة له في الدستور، ولا سيما فيما يتعلق بتأليف الحكومة. ما يقلقنا وما يأتي في أولويتنا ما يجب أن يكون شاغل اللبنانيين جميعا هو احترام الدستور والالتزام بأحكامه، وكل خروج على أحكامه أو إخلال بنصوصه من شأنه أن يقوض أركان الدولة، دولة القانون، ويعيق بناء الدولة ويضرب الثقة في مؤسسات الدولة ويدخل البلاد في صراعات وانقسامات وفي حالة عدم استقرار دائم. مفتي الجمهورية التقى الرئيس نجيب ميقات الذي قال بعد اللقاء: بحكم مسؤوليتنا عن البلد ومصلحته ندافع عن اتفاق الطائف ونتمسك بوثيقة الوفاق الوطني ونطالب بتنفيذ بنودها كاملة، كما نتمسك بصلاحيات رئاسة الحكومة التي كفلها الدستور اللبناني. الحقيقة حبيت اليوم أني أحضر الاجتماع مجلس الإسلامي الشرعي الأعلى بصفتي عضو دائم، والمناسبة هي الحديث عن الأوضاع الراهنة وكيفية تعزيز الوضع الداخلي للطائفة أمام كل التحديات الموجودة اليوم على الساحة اللبنانية. أنتم بتعرفوا، الكل بيعرف، الأساس هو متابعة تنفيذ اتفاق الطائف والدستور اللبناني كاملا، فهو سبيل النجاة للجميع. في الجامعة الأنطونية احتفل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بتساعية الميلاد بحضور رئيس الجمهورية وعقلته السيدة نادية الشامعون. وقال الراعي إنه في تساعية الميلاد هناك وجهان متلازمان: الأول تاريخي يذكرنا بمسيرة الأجيال التي انتظرت مجيء المسيح، والثاني روحي يدعونا إلى جعل هذه المناسبة مناسبة للاستعداد الروحي للميلاد. حاكم مصرف لبنان أوضح رياض سلامي أوضح أن البنك المركزي سيتمسك بعملياته المالية في العام 2019، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية يمثل مبعث قلق لصانعي السياسات في البلد المثقل بالديون. ولفت سلامي في حديث لرويترز إلى أن البنك لديه وفرة من العملات الأجنبية للإبقاء على أهدافه المتمثلة في الحفاظ على استقرار الليرة اللبنانية، وأن يكون بمقدوره أيضا دعم حاجات الحكومة من النقد الأجنبي. وقال: إذا نظرنا إلى 12 شهرا المنقضية وعلى الرغم من جميع التحديات والاضطراب، فإن ميزانيتنا العمومية كانت مستقرة، مشيرا من جهة ثانية إلى أن خلفية عالمية أكبر تعزز مخاوف صانعي السياسات تدفع باتجاه زيادة أسعار الفائدة العالمية. وأشار سلامي إلى أنه على دراية بأن الحكومة تخطط لدخول أسواق رأس المال عبر بيع سندات دولية في الربع الأول من العام 2019. عضو كتلة المستقبل النيابية النائب طارق المرعبي قال إننا ننظر بتفاؤل إلى مساعي واتصالات رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، ولكن على الأفرقاء الذين يبتدعون العراقيل أن يعوا أن الأخطار الاقتصادية والتهديدات الإسرائيلية لن تأتي على فريق دون آخر. نحن اليوم عم ننتظر بتفاؤل مبادرة فخامة الرئيس بتشكيل الحكومة، ونحن بدنا نأكد لكل الأفرقاء انه التكابر وال يعني وضع العراقيل ما حيوصلنا لمحل، وما حياخد البلد الا على المحل اللي نحن ما بدنا اياه ينجر. نحن حقيقه بدنا انه كل اللبنانيين يكونوا مجموعين، يكونوا على لون وشكل الحكومه اللي بدها واللي دوله الرئيس بده سعد الحريري بده يشكلها، يلي هي متماسكه وقويه وتمثل طموحات اللبنانيين وتتجسد فيهم هذه الطموحات. بلدة نحلي في بعلبك ودعت المجند الشهيد رؤوف حسن يزبك وسط حال من الحزن والغضب. انطلقت صباحا مراسم تسلم جثمان الشهيد الجندي رؤوف يزبك الذي استشهد متأثرا بجروحه بعدما أصيب في كمين نفذه مطلوبون من آل جعفر لدورية في الجيش اللبناني.
من أمام مستشفى دار الأمل الجامعي في دورس، حمل رفاق السلاح نعش يزبك بحضور ممثل قائد الجيش العميد حمد حيدر. على وقع عزف ثلة من موسيقى الجيش نشيد الموت، تحرك موكب أهالي بلدة نحلة باتجاه البلدة لإقامة مراسم التشييع بحضور ممثل وزير الدفاع وقائد الجيش العميد خالد زيدان. قتلوا الصبيان يا حبيبي، قتلوا الزعران، رجال الغدر عودي الخبرة، قتلوا حرام بجمعهم 21 سنة. هوية على السرعة، هوية على الغدر، سلمي وجه بوجه. شهيد الوطن، شهيد كل مواطن لبنان الشريف، يسهر على مصلحة لبنان. وإلى مدخل بعلبك حمل الجثمان قبل أن يوارى الثرى، حيث اعتصم محتجون تضامنا مع الجيش اللبناني وقطعوا الطريق الدولي لبعض الوقت. قيادة الجيش كانت قد نعت المجند الممدد خدماته، وفي نبذة عن حياته، ولد في العام 1997 نحل بعلبك، حائز على تنويه وتهنئة العماد قائد الجيش وعازب. رئيس مجلس النواب نبيه بري أعرب عن استيائه من الوضع إلى حد الغضب، معتبرا أن الوضع أصبح لا يحتمل إذ أن البلد يسقط من بين أيدينا. والتقى النائب بكر دنيان الذي تمنى أن تبصر الحكومة النور قبل الأحياء. رئيس مجلس النواب نبيه بري وأمام زواره أكد أنه راهن مع انطلاق المشاورات الرئاسية على أن تفضي إلى إيجابيات جدية تختار المخرج الملائم للعقدة الحكومية، خصوصا وأن الأفكار المطروحة خلالها قابلة لأن تشكل المفتاح الملائم للحل وتحقق الغاية المنشودة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الأطراف. الرئيس بري عبر عن امتعاضه بأن عدم التجاوب مع الجهود الرئاسية واصطدامها ببعض اللاءات، قائلا: لا أستطيع أمام هذا الوضع إلا أن أكون أكثر من مستاء إلى حد الغضب، مشيرا إلى أن الوضع أصبح لا يحتمل ولا يجوز أبدا أن نكمل بهذه الطريقة. وأضاف: البلد يسقط من بين أيدينا وكثيرون يتفرجون على هذا السقوط مع الأسف. ويوضح الرئيس بري بأن ما يبعث على الشعور بالضيق والاستياء هو أننا صرنا في آخر الطريق ووصلت اللقمة إلى الفم ولكنهم أبعدوها في آخر لحظة. هذا الوضع يحتاج إلى التعقل، والأمور لا تحل بالنكايات والكيديات وبشخصنة الأمور، ويجب أن نتحلى بالمسؤولية ونوقف هدر الوقت. من جهة ثانية، الرئيس بري التقى النائب أكوب بكر دونيان، يرافقه وزير السياحة أبيديس كيدانيا، وتم عرض آخر التطورات على الساحة المحلية. أجاب: وبعد اللقاء تمنى على السياسيين العمل أكثر بجدية من أجل تشكيل الحكومة في أقرب وقت. نتمنى من الجميع العطاء أكثر والعمل الجدي وبكل جدية ليلا نهارا لتشكيل الحكومة إن شاء الله قبل الأعياد، ونتمنى أن هذه الحكومة تبصر النور قبل الأعياد. الرئيس بري التقى وفدا من حركة الجهاد الإسلامية الفلسطينية برئاسة الأمين العام للحركة زياد النخالي، وتحدث باسم الوفد رئيس الدائرة السياسية في الحركة محمد الهندي، الذي أكد على استمرار حركة الجهاد الإسلامية الفلسطينية في مساعيها من أجل المصالحات الفلسطينية الفلسطينية، مؤكدا على حق الفلسطينيين في مقاومة إسرائيل التي لا تزال تمارس أبشع أنواع الاعتداءات. وفي عين التيني، الرئيس بري التقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، وتم عرض التطورات العامة. واقع المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية في بيروت بعد الفاصل. واقع المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية في بيروت: في الداخل نلتزم ببيئة مطابقة للمواصفات، وفي الخارج نرفع الصوت ضد مخالفات مرفأ العاصمة ونهرها الملوث ولا نلقى تجاوبا. ورئيس مجلس الإدارة يكشف عن مشروعه لتفعيل السوق الشعبي وافتتاح فروع للمؤسسة في المناطق. الأسواق الاستهلاكية في بيروت إحدى المنشآت التابعة للدولة. عندما أسسها الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 95، أراد لها أن تكون أسواقا عامة يحصل من خلالها المواطن على منتجات مطابقة للمواصفات وبأسعار مقبولة. فكيف هو واقع هذه الأسواق اليوم؟ كاميرا تلفزيون لبنان جالت في المؤسسة والتقت رئيس مجلس الإدارة المدير العام زياد شيا، الذي عين قبل 6 أشهر. الوقت اللي جيت استلمت الإدارة العامة للمؤسسة كان يعني الوضع يرثى له مع الأسف، بحكي هذا الكلام،
قدرنا بفترة وجيزة لا تتجاوز الخمس شهور انه يعني ننجز سوق السمك بشكل كامل، انه يكون في استثمار كامل لكل الاماكن لسوق السمك. قدرنا نرفع من مستوى النظافة، فكان شرطي الاول للشركة المعنية بالتنظيفات انه ما رح اقبل اي تجاوز او اي تقصير بموضوع النظافة، فكان في حسن بهذا الموضوع. صورة متناقضة بين مشهد الأسواق بدءا من مدخلها وبين الأماكن الموبوءة المحيطة والتي يشكو منها شيء. مثلا مرفق بيروت والكم الهائل من الشاحنات اللي يدخل يوميا إلى مرفق بيروت، كنا عم نحاول يعني، وطرقت باب مدير عام الاستثمار الأستاذ حسن قريتي ووجهت كتاب رسمي حتى يقوم ويوعز إلى من يعنيه الأمر، وأنه يعني موضوع النظافة هو أساس مدخل مشترك بين المؤسسة العامة للسوق الاستهلاكية ومرفق بيروت. بتشوفوا الكارثة اللي يعني كارثة النفايات والمناظر الغير صحية أبدا وبعض الأكشاك الموجودة. إضافة عندنا موضوع نهر بيروت، وما أدراك من نهر بيروت. نهر بيروت اللي هو كل مجارير العاصمة يتدفق إلى نهر بيروت. في سوق السمك هون كل يوم بيومه، يقول المستثمرون، ولا تدخل هذا السوق سوى الأسماك المستوفية للشروط الصحية بعد إجراء فحوصات مخبرية من قبل الوزارات المعنية ومن خلال متابعة المؤسسة، يؤكد شيء، وإلى جانب كل عامل بطاقة صحية. هلأ الحمد لله بوجود الإدارة الجديدة، بوجود المدير الجديد اللي إجا أستاذ زياد، مسألة طبيعية في أمور كتير تحسنت. شو اللي تحسن؟ يعني موضوع النظافة، موضوع المحيط الموجود الخارجي. بس هيدا المؤسسة لا، هي بالفعل مؤسسة منتجة بس مظلومة، ظلمتها الدولة. أما بالنسبة للعاملين كم عائلة بتعتاش من هذا السوق؟ شي تقريبا شي 2000-2500 عائلة بيعتاشوا من هذا السوق بس اللي بيشتغلوا بقلبه. أما بالنسبة للي بيشتري السمك من هذا السوق، كل المطاعم لبنان بتشتري منه، كل مسامك لبنان بتشتري منه. في الورقة الإصلاحية التي عرضها شيا على الحكومة تمكن من تنفيذ جزء، وبقي أمامه الكثير من العمل، وهو يدرس حاليا توسيع الأسواق الاستهلاكية لتشمل مختلف المناطق. أولم النائب أنور الخليل على شرف السفير الإماراتي حمد الشامسي في حصبية. الخليل أشار إلى أنه بعد المنصات والصواريخ الوهمية نحن نعيش اليوم فصول رواية من الإدعاء عن أنفاق أو نفاق إسرائيلي، آملا نجاح الاتصالات التي يجريها رئيس الجمهورية لولادة الحكومة، فيما أكد الشامسي دعم بلاده الدائم للبنان. سماحة شيخ عقل طائفة الحراك القائم اليوم على صعيد موضوع تشكيل الحكومة، وخاصة ما بدأ به فخامة رئيس الجمهورية من محاولة لإعادة بلورة تصور قد يسهم في إنتاج توافق نأمله جميعا، وذلك بالتعاون مع الرئيس المكلف دولة الرئيس سعد الحريري ودولة الرئيس نبيه بري، والاتصالات التي تجري مع المعنيين والفاعلين وفي مقدمتهم معالي الأستاذ وليد جملاط. السنة القادمة أفضل من كل السنوات. السياسة الإماراتية في لبنان سياسة للتنمية، سياسة للإنسان، سياسة للعيش المشترك. النائب أسامة سعد دعا القيادات اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها والإسراع في تشكيل الحكومة لمواكبة التحديات الراهنة خصوصا الاقتصادية منها. نشدد على المطالبة بتشكيل الحكومة من أجل ملء الفراغ القاتل في السلطة التنفيذية، وذلك على الرغم من أننا لم نسمي الرئيس المكلف الذي لا نوافق على توجهاته، كما أننا لن نمنح حكومته الثقة نظرا لاعتراضنا على الأسلوب الجاري اتباعه في تشكيلها. الدعوات إلى تشكيل الحكومة لم تغب عن تكريم المجلس العام الماروني المجلس العام للجمعيات المارونية لمطر والخوري وشبيب.
حفل تكريم أقامه رئيس المجلس العام للجمعيات المارونية وديع الخازن لكل من رئيس أساقفة بيروت المطران بولس مطر، الوزير غطاس خوري، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري خوري ومحافظ بيروت زياد شبيب. الخازن دعا إلى تحسين الوضع الداخلي لتجنب الفراغ في السلطة التنفيذية. وإن كانت أوضاع لبنان ليست بمنأى عن تحولات منطقة والتي لم تتضح معالمها بعد، فلابد من توخي الحذر وتحسين وضعنا داخليا بالحد الأدنى من التفاهم على كيفية تجنب الفراغ في السلطة التنفيذية في ظل التحديات الماثلة بصخرها على كل الدول المحيطة بنا. فلبنان لم يعد يحتمل أي اهتزازات داخلية، وهو المتعافى من نكساته السابقة التي مرت وتجاوزت الأخطار، إلا أنها لم تنتهي فصولها بعد، لأن حل مشكلة النازحين يشكل عبئا خطيرا علينا وما يحاك على صعيد القضية الفلسطينية. كلمة المطران مطار تحدثت عن أهمية العيش المشترك الذي كرس الحرية. في هذا الشرق لنا إخوة وأولاد وعم، نحن كنيسة، لكن هذه الكنيسة ارتبطت تاريخيا بلبنان، وكان لها فيه مع إخواننا دور أساسي في إعطاء هوية لهذا الوطن، هي هوية الحرية فيه لجميع الناس والعيش المشترك بيننا وبين جميع الناس. وفي القصر الجمهوري احتفالات لمناسبة عيد الميلاد المجيد. Dashing through the snow in a one horse open sleigh o'er the fields we go. بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، تحولت قاعات القصر الجمهوري إلى ساحات فرح وسعادة وبهجة نشرها أكثر من 700 طفل وطفلة من أولاد العاملين في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ولواء الحرس الجمهوري. التفوا حول اللبنانية الأولى السيدة نادية الشامعون التي أقامت احتفالا ميلاديا لهم للمناسبة. وحضر الاحتفال كريمتا رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، السيدتان كلودين عون روكوز وشانتال عون بسيل. روكوز أكدت أهمية هذا الاحتفال السنوي. بسم الله الأولاد المديرية لرئيسة الجمهورية واللواء الحرس اختار بقى اليوم زمن الميلاد هو زمن المحبة، هو زمن المعايدة مع بعضنا. اليوم هي حفلة عائلة القصر الجمهوري. وكان الاحتفال قد بدأ مع وصول الأطفال على دفعات إلى القصر الجمهوري، حيث جالوا في أرجائه للتعرف على أقسامه قبل أن يتوزعوا فرقا فرقا على صالون السفراء وقاعتي 22 تشرين الثاني و25 أيار التي ازدانت بالزينة الميلادية وارتفعت فيها منصات خاصة ببابا نويل الذي استقبل كل طفل وطفلة على حدة مرحبا بهم وملتقطا الصور التذكارية معهم. أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن بلاده تعترف رسميا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، فيما يمثل تراجعا عن سياسة تنتهجها منذ عقود، ولكنه أضاف أنها لن تنقل سفارتها على الفور. وقال موريسون إن أستراليا تعترف الآن بالقدس الغربية حيث مقر الكنيسة وكثير من المؤسسات الحكومية عاصمة لإسرائيل. وأكد موريسون دعم بلاده لمبدأ حل الدولتين الذي يشمل إعلان القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية، وأشار إلى أن أستراليا لن تنقل سفارتها إلى القدس الغربية إلا بعد تحديد الوضع النهائي للمدينة، ولكنها ستفتتح بها مكاتب تجارية ودفاعية. في قطر انطلاق منتدى الدوحة السنوي في ظل استمرار الأزمة الخليجية، والأمير تميم بن حمد يؤكد أن موقف قطر في أو من حل الأزمة لم يتغير، وهو رفع الحصار والحوار. أكد أمير دولة قطر تميم بن حمد أن موقفنا من الأزمة الخليجية لم يتغير، ويقوم على الحوار ورفع الحصار وعدم التدخل بشؤون الدول الداخلية.
وشدد لدى افتتاح منتدى الدوحة على أن هناك العديد من التحديات في الشرق الأوسط ومن أبرزها القضية الفلسطينية. أما وزير خارجيته محمد بن عبد الرحمن آل ثاني فقد شدد على أن بلاده ما زالت ملتزمة حيال مجلس التعاون الخليجي، لكن التكتل بحاجة إلى تطبيق قواعده في شكل أفضل، وأن إصلاح التحالف قد يساعد في إنهاء الخلاف. آل ثاني رأى أن الدوحة ما زالت تعول على الكويت وقوى إقليمية أخرى في المساعدة على حل الأزمة. أول رد على كلام أمير قطر جاء على لسان وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد، الذي رأى أن قطر تدعو للحوار ولا يحضر أميرها قمة الرياض، وتدعو للاحترام المتبادل، وهي تهاجم قياداتنا ودولنا على مدار الساعة، وتدعو لعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وهي التي تتدخل ولا تكف عن التآمر، وفوق ذلك لا ندري عن أي حصار يتكلمون. في الخبر الأخير، عيد الميلاد بدأ باكرا هذا العام في روسيا، ففي بلدة خاتون الروسية البعيدة 100 كيلومتر عن العاصمة موسكو، احتفل ناشطون بالعيد مع مسنين في دار العجزة، حيث قدموا لهم الهدايا في تقليد سنوي لبث الفرح في قلوبهم. Вы просили, у Деда Мороза просили. Мы желаем счастья вам, чем оно должно быть таким. На мосту была катастрофия, муж попал под автобус, а жена под шофера. وفي الختام أنا وريمان نشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.